أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني علي محمد حسن المصري في رأس بعلبك، وهو مطلوب لقيامه بالتخطيط لاعتداء أدى إلى استشهاد 4 عسكريين وجرح ضابط على طريق رياق بعلبك. كما ارتبط اسم الموقوف علي المصري بالعديد من قضايا الخطف التي حصلت في الفترة الأخيرة. وافق المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد على طلبات تخلية سبيل 4 موقوفين في جرم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي مقابل كفالة مالية قدرها 2 مليون ليرة. كما وافق المجلس على تخلية سبيل موقوف في ملف تفجير البحصاص مقابل كفالة قدرها 2 مليون ليرة أيضاً.